منتج ترى، يعني ضبطناكم هالمرة. خليني أوريكم بس خلاط، يعني هذه كلها المنتجات عليها 50%. الخلاط الرياضي، الخلاط الرياضي عنده ألوان، وهذا الترمس، هذا يطلع العزايم، العجانة هذه أنا نفسي عندي إياها. يا جماعة تهبل، إذا قمت بنص الليل أبي أروح أسوي كيكة، ولا عاد تعرفون كذا خبالي أروح أسوي كيكة على طول، هي تضبطني ما أحتاج ولا شيء. شوف هذا شيء جديد تقريبا، خليني أفتحها تناخذي. شوفوا هذه مضخة موية إلكترونية، تعرفين الدبة أول شيء حقت الموية؟ إيه هذي أبد تحطها يطلع الموية من الجركة برا. إيه عليك نور. هذا المنتج عليه أول شيء خصم 50%، وثاني شيء هذا راح يغنيك عن أشياء كثيرة. يعني الحين إذا حطيت يعني تقريبا تحطه مع دبة الموية ويطلع لك موية محلة، يعني عادي نظيف يمديك تشربه. إيه أول شيء صفقة هذا المنتج. وجابوا أكثر شيء يستفيدون منه الأمهات. قولي القلاية الهوائية. القلاية الهوائية. القلاية الهوائية. عليها 50%. يعني وش بقى أكثر؟ عاد الحين نحتاجها مرة في ذا الصيف، ما راح نروح نقعد نطبخ ونشوي في ذا الحر، مستحيل. وهنا عندكم ترمس فخم من الآخر، هنا بعد نفس المنتج اللي تو لكن بشكل غير. يا أخي والله العظيم ضبطوكم في المنتجات. مبخرة الكهربائية بعد عليها خصم 50%. اي والله هذا اللي تحتاجونها. عيد الأضحى صباح عيد الأضحى تتبخرون عاد. شوف لا زعلتينا كذا ليه؟ الا الا انا وش اقول في عيد الاضحى تتبخرون فيها. ايه صح صح. اسمع عاد هي كهربائيه ما تحتاج فحم ولا شيء. الله في مرات نروح الشاليه وزي كذا ما نقدر نجيب معنا فحم وننسى، هذه تضبطكم، جيبها معك وخلاص ترتاح. دقيقه، هذه محضره الطعام، تعرفونها؟ مين عارفها؟ فرامة وخلاط وقطاع بعد وعصارة بعد، أربعة في واحد. يعني تقريبا كل اللي نحتاجه في الخلاط وزي كذا كلهم في كرتون واحد، وعليها خصم 50%. وبعد فيها أكثر من 10 ملحقات. ملحقات شوفي تعالي الحين العروض بتطلع على الشاشة. شوف العجانة صارت ب 449، تخيلوا، وكانت أول ب 899. والله طاح نص السعر، أقوى صفقة للسيف جيري. إي والله إنك ما أتقف.